حلقة جديدة على 90 90 مع الشيف حسن حسونة وهالة فاخر في المطبخ. ازيك يا حسن؟ ازيك يا ستكل؟ بقولك ايه يا حسن، عندي شوية بواقي اكل كده في التلاجة. بواقي الاكل؟ انا احكي لك حكاية كده. بس عاوزك ما نزهقيش، بس ما تطولش اختصر. اخلص يا حسن. انت ليه كده؟ معلش اخلص، اديني فرصتي يا استاذه. طب اتفضل. طب سيب بس الميكروفون شويه بعد اذنك. اتفضل. انا ماسكه. لا ليه كده؟ اتفضل. طب بص يا استاذ، زمان في اسبانيا ايام الفتح الاسلامي والكلام ده كله، كانوا طبعا العرب بقى ايه كرمه قوي، فيعملوا اكل كتير بشكل مش طبيعي. فييجوا اللي هم الناس اللي هم الخدم والكلام ده، بس اللي هم بقى ايه ناس شياكه، فكانوا ياخدوا الاكل ده كله يعيدوا تصنيعه تاني من الاول. فعملوا حاجه اللي هي احنا بنقول عليها بايلا، بيقولوا عليها ايه البقيه. هي اصل البايلا البقايا، اللي هي الحاجات الباقيه. بناخد الحاجات الباقيه دي وتعيد ازاي بقى تصنيعهم ازاي. وده المهم، ان احنا يبقى عندنا الثقافه. انت تاكل اكل بايت؟ مش عارف يا عم. ده احنا طيب اخلص بقى يا حسن وخش في الموضوع. انت جعانه؟ لا يعني الناس ماسكة الورقة والقلم. طيب. ومستعدين. ما احنا لازم وانت بتحكي لنا اسبانيا حصل فيها ايه واللي يا عم اخلص اتفضل. بقايا الاكل. اخلص يا حسن. انا بعرفك. افتريت. بعرفك. طبعًا ماشي طبعًا. خلاص. بص يا استاذه، احنا بناخد البواقي البايلا. لو انت عندك مثلا شويه كم حبه جمبري مستويين او نيين مش هتفرق. تمام. عندك حته سمك فيليه. عندك شويه بلح البحر. اوكي. شويه مسلز. بلح البحر غير المسلز طبعا، انت حضرتك عارف ده لو اسماك اللي فاضله، لكن انا بتكلم على ان في فراخ ولحمه وكده. هناخد ما هي هي البقيه. حضرتك انت لما تيجي تاكلي زي ما تطلع معاكي، بتضربي معلقه بشويه الرز بالخضار زي ما تطلع معاكي بقى، لحمه جمبري سمك. اي حاجه. تمام. وازاي ان احنا طبعا الناس المستمعين هيقول لك ايه اللي عك كده؟ ما هو عك بصراحه. لا مش عك. بص حضرتك، انت كلتيها في اسبانيا ولسه قايله لي قبل الهوا ان الاكله دي من اشهر الاكلات اللي في اسبانيا. ايوه بس بتتعمل بطريقه ايوه. ازاي انت تصنعيها بقى بالظبط؟ احنا بناخد الحاجات دي كلها. لو مستويه الحاجه عندنا ناخد اللحمه تغير شكلها. لو انت عندك لحمه ضاني بعضمها حاولي تخلعها من العظم. تمام. عاوز تاكلها بعضمها سيبيها بعضمها زي ما هي. حلو. مسلوقه او محمره خلاص احنا خدناها. ما عندنا كام دبوس فراخ ناخدهم. بتاخدي كل اللحمه والفراخ مع بعض بتومه مع شويه زعفران ونرشهم عليه ونقلبهم بحته السمنه وتديهم بق ميه صغير قوي وتركنيهم على جنب. اوكي. بيرجعوا هما بيبقوا فريش. اكنهم على النار ولا على جنب من غير نار؟ على النار واطيه قوي. اوكي. بعدين عند ما الميه تشرب انت اللحمه اكنك لسه مصنعها دلوقتي حالا. تمام. دي في اي حاجه باقيه عندك. تمام. ناخد شويه السي فود نفس الحكايه. ومدينهم شويه الزعفران وشويه ملح ليمون صغيرين او شويه بابريكا او شويه. طب ما عنديش زعفران. بلاش زعفران، حط اصفر. اوكي. اصفر اللي احنا بنعمل. ارخص حاجه. لو رحت قلت الراجل اديني بجنيه هيديك شوال. طيب. دي ارخص حاجه. اوكي. خلاص خدنا طبعا. الكلام ده كله. تاخدي بقى حته السمك. لو طب افرض يا حسن الحاجات دي فريش عندي. وانا عاوز اعمل بايلا بشكل شيك، اخد كل الحاجات الفريش دي وابدا اصنعها. بسلق الفراخ لوحدها وبسلق اللحمه لوحدها، وبعدين ابدا ان انا اعملهم تاني من اول وجديد بالتيست بتاعي، وبعدين اعمل الجمبري مع حته السمك الفيليه مع شويه المسلز مع بيض السبيط مع الكلام ده كله، اي مكونات بحريات عندك. ما عدا الكابوريا. لا مفيش حاجه فضلت منها بصراحه. ما انا بقول لحضرتك ما عدا الكابوريا. عشان ما تزفرهاش. الكابوريا والاستاكوزا يزفروا على طول في ثواني. تمام. والجمبري لازم يبقى متقشر مش بقشره. طبعا. ان لو بقشره هيزفر برضه. اوكي. فاصبح احنا حطينا كل الحاجات دي لحم مش هيطلع منه زفار. اوكي. وتبلناه كويس، تيجي انت تعملي كيلو الرز البسمتي بتاعك مع شويه الحاجات دول. تاخدي الرز تحط عليه شويه العصفر، تحط عليه شويه اللون الزعفران اللي عندك او شويه معلقه كاري. وتقلبي الكلام ده كله مع بعضه، وبعدين نحط معاه اللحمه والفراخ لما الرز يبدا يتشرب. يعني الرز داخل خلاص على سوا وهيتشرب. دل عليه الحاجات دي وتقليبه
وموطيه عليه النار حلو وتسيبيه يستوي مع بعض حلو. تيجي انت حضرتك قبل ما تغرفي الكلام ده يتعمل قبل الفطار او قبل الاكل عامه سواء في الصيام او غير الصيام، يبقى قبل الاكل عامه بنص ساعه بربع ساعه وبعدين توطي عليها النار قوي كويس. لما توطي عليها النار بالشكل ده لازم انت تغرفي يا استاذه تبقى البخار طالع منها قدامك كده طبعا. وبعدين هم جايبين بقى شويه الصلصه. طب احنا اذا انا فقدت النطق فجاه نرجع لكم تاني بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني والحمد لله رجع لي النطق تاني. طيب احنا وطينا على ده وجينا نغرف قلبناها في السيرفيس. بص بقى حضرتك أيوة. طريقه الغرف بتاعها لازم ان انت يعني انت كمان هتعمل كتالوج لطريقه الغرف. والله ما بهزر يا استاذ، انت ليه بتحبطيني؟ لا مش بحبطك اصلا، لا انا طريقه الغرف مختلفه غير ده. احنا بناكل من الحله يابا. دكتور حسن حسونه إيه؟ ليه كده؟ اوكي بروفيسور. يعني بروفيسور اتفضل. والنبي علي صوتك شويه في يا عم اخلص. طيب ماشي اتسجلت اهي. سجلها لك في الشارع العقاري؟ لا ما انا سجلتها خلاص. هو دلوقتي حد يقدر يقول لي يا شيف؟ اوكي ما حدش يقدر يقول لي. برافو عليك السيد البروفيسور. السيد البروفيسور. بص يا استاذ لما نيجي نغرف الحاجات دي انا بحاول ان انا انقي مثلا الحاجات اللي هي بيقولوا عليها الايه الريتش، الحاجات الغاليه. يعني اخد بلح البحر دوت واخد الجمبري كام واحده كده بزوق بيهم الوش، يعني انقيهم من الرز كده ومركنهم على جنب واجي مغرف السيرفيس بتاعي كله وبعدين حاطط دول على الوش كده بيدوا شكل. طب لو عندك شويه لوز محمرين بقى ارميهم عليهم، ما عندكيش بنجيب احنا صلصه بقى بتاعتها، ودي نوع من انواع الصلصه اللي بتتاكل هي اصلا عربيه، اللي هي بيبقى الفلفل الحامي بندقه مع التومه وبعدين في الاخر خالص نحط له ايه شويه الخل الصغيرين ونركنهم جنبها اللي هو نايف ناي يعني ما بيبقاش على النار. وفي ناس تبشر عليها طماطمايه قلب طماطمايه من غير القشره وتقلبيهم يا استاذه وتديهم سنه الليمون وسنه دي بتكسر حديه، عارفه ان هو اللي انت ايه ازاي انا باكل سمك مع جمبري مع فراخ مع لحمه، دي بتغير طعمها تمام. وبعدين في الاخر خالص بتقدمي السيرفيس ده وهو متقدم كده حط بقى معاه شويه ايه لازم بقدونس في الوش كده، لا في الجناب كده حطي بقدونس مفروم زي التبوله كده تحطي زي بوكيه كده كل ركن نحط فيه شويه تمام. وبعدين بنقدمه وبيتقدم مع الصلصه دي. طب هي اصلا المفروض نفس المكونات دي بعمل منها شوربه بس ما عدا يعني بعمل شوربه فراخ باللحمه ما يتحطش فيها رز يا اما بعمل يعني شوربه عاديه يا اما بعمل شوربه بنفس المكونات بس بصلصه يعني باخد نص المكونات دي وبرميها في صلصه وبعدين ازودها شويه شوربه بحيث ان هي تبقى ايه عامله زي الشوربه مش تقيله صلصه. اوكي ودي بناخد منها ونحطها على الرز وناكل تمام وبالهنا والشفا. طب يتعمل ايه جنبها نوع سلطه؟ دي بقى نحط الطرش البلدي على السلطه. لا ايه ده بقى؟ ما هو عشان البيت. ما هو ده بقى ايه وده بقى ايه؟ ايه ده بهزر يا اخي. طب والله انت يعني طب بس طب انا هقول لك على حاجه. اتفضلي. السلطه نحط عليها ميه الترش، ايه رايك؟ انت عارفه السلطه اللي هي بيبقى فيها الميه دي ايوه اللي بتتشرب عندنا لما بنروح ناكل كفته وحاجات بيجيبوا لي الكوبايه دي. طب انت عارفه دي بتتعمل ازاي؟ بعد ما تعمل السلطه تحط عليها كوبايه ميه ساقعه. كوبايه ميه ساقعه وبعدين نديها فص توم. لازم فص التوم مع معلقه الشطه بقى. الشطه هتلاقي بقك بقى طبعا لهلبه طبعا هتاكل اي حاجه مش هتحس باي حاجه مش هحس باي طعم حاجه. خلاص لساني باظ. لا بجد. وبعدين دي تقدم بقى جنبها ايه يعني تقدمي جنبها جيلي بقى حاجه ايس كريم حاجه جيلي بالموز جيلي بالبرتقال جيلي ايس كريم بالتوت تاخدي مثلا جيلي بالجيلي طيب ممكن انت تعملي كنافه عارفه انت الكنافه بالكركديه. لا والله ما بهزر كنافه بالقمر الدين. ازاي بقى؟ طب ما تخلي الكنافه بالقمر الدين لحلقه تانية. ليه؟ ايوه ليه؟ المفروض ان احنا نبقى عاملين جنبها حاجه كده خفيفه في الاكل، يعني مش حاجه كده يعني مثلا ايه نعمل مثلا الحلقه الجايه كده لحمه بالقراصيه، يعني انا فضل عندي شويه قراصيه تمام نعمل لحمه بالقراصيه
حلو. ونعمل الكنافه برضو بشويه القمر الدين اللي فايض. بس هتبقى تقيله يا استاذ. ما تخليك في حالك يا حسن. حاضر انا عليا اطبخ بس. لا حول الله. وان شاء الله نلتقي بكره معاكم على 90 سين في المطبخ مع الشيف حسن حسونه وهاله فاخر.